الأحكام كانت قاسية، يعني ما كاينش هناك توافق بين المناقشة التي تم إجراؤها من طرف هيئة الدفاع والحكم، يعني هناك تناقض واضح بين الحكم. حكم يعني كان أحكام قاسية جدا، تراوح بين 7 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، 4 سنوات، حتى الناس اللي عندهم صراحة تم توقيع عقوبة نافذة في حقهم. كان تبرئة من تكون عصابة إجرامية، وهذه هذه كانت غتكون واحد السابقة في تاريخ ديال القضاء، لو أنه تم الحكم بتكون عصابة إجرامية. الحكم كان فيه البراءة من تكون عصابة إجرامية في حق الجميع، ولكن تم الإبقاء على باقي التهم. المهم على العموم شخصيا لست راضي على هذا الحكم، لأنه حكم قاسي جدا، وتنتمنى أنه في المحكمة الاستئناف يتم إرجاع الأمور إلى نصابها. ما يمكنش نقوله لأنه كاين 20 متهم، هناك تهم متفرقة، قلت بين 7 سنوات، 5 سنوات، 4 سنوات، حتى الناس اللي عندهم في حالة صراح وما كاينش وسائل إثبات تم الحكم عليهم بعقوبة نافذة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.